بطوخ، ادي الكرة العرضية، كرة خطيرة، وادي الرأسية، وهدف أول، هدف أول لفريق مركز شباب طوخ. اتعملت بشكل جيد، وعلى طول أحمد رجب بضربة رأسية هرب نفسه بشكل جيد جدا جدا. قلت لحضراتكم أحمد رجب لعيب مميز بالطول في فريق مركز شباب طوخ. اتعملت حلو من الجبهة اليسرى، عرضية نموذجية على القائم الثاني، على طول أحمد رجب حسن بضربة رأسية بيضع الهدف الأول لمركز شباب طوخ. هيلعب الضربة الحرة، تشوف تلعبت على القائم الأول، ودي اللمسة عدت، هدف أول، هدف أول عدت، غلطة الحارس محمود سمير ويدوب عدت من الجميع، ولكن كان ملتحم فيها السيد حمدي، عمل كده ساتر أمام الحارس محمود سمير، ولكن الكرة المقوسة الحلوة غلطت الكل وراحت في الزاوية اليمنى للحارس صبر رحيل. أحمد شكري لصبر رحيل مرة تانية، أدي عرضية حلوة، وأدي الرأسية، وهدف تاني، هدف تاني حلو، ضربة رأسية نموذجية من عمر بسام اللاعب الشاب، على طول ياخد العرضية النموذجية الحلوة من صبر رحيل، عملها بالمطرة على المتقدم والمتوغل من العمق عمر بسام علشان يضيف الهدف.